انا هي اللي راجلي تكرفس عليا ديال بصح ما خلى ما دار فيا. ايوا النهار اللي توقط ليه ندمت على النهار اللي تزاد فيه. الجميلات اميراتي الفنات اللي منوري ليا الحياه، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم كاملين في كيد نسا مع شهرزاد. كيف ما سمعتوا في المقدمه، القصه اليوم شاخده ديال واحد لال مولاتي المقرصه المجبده. غنعاود لكم القصه ديالها، وطبعا كنتسنى الاراء والتعليق ديالكم. ما غنزيدش نطول عليكم اكثر وندخلوا فيها مباشره. معكم سناء، واليوم جيت نعاود لكم حريرتي ماشي التقصي ومجرى فيها. اللي غيفرحكم ان هادشي كامل اللي غتسمعوه في الاول كان من الماضي، واليوم الحمد لله مقرصه بجبده من بنات شهرزاد الحرات، البنات اللي تعولوا عليهم في الزمان. المهم انا حكايتي بدات في الوقت اللي كانت عندي 17 عام. ما غاديش نكذب ونقول لكم احقا والواد والديا هما اللي صاحبوني مع فلان، ولا هما اللي زوجوني، ولا لا لا، انا هي اللي كنت كنقلب على البلا ومشيت ودقيت عليه الباب. المهم الوقت اللي كانت عندي 17 عام كنت مازال كنقرا. فديك الوقيته تعرفت على واحد الشاب اللي كان صراحه بوغوس وكيلبس مزيان، غير هو كان قاصح معايا بلا قياس. السيد في الاول شافني كنت كندوز من حداه، وما غاديش نكذب كنت كنضرب مسافه وكنطول الطريق على دارنا باش ندوز من هذيك البلاصه اللي كان هو كيوقف فيها. اليوم وغدا حتى النهار اللي دوى معايا، والنهار اللي دوى معايا طرت بالفرحه وعجبني الحال. المهم هضره من مورا هضره، حتى ولات علاقه، حتى ولا نمره التليفون، حتى ولينا كنتلاقاو، حتى ولا الحب والغرام والعشق والهيام. فهاد المده انا كنت كنقرا في السيزيام، والسيد بابا عنده حمام لخدمه لردمه دير بيه الصبه، وكيقول لك احقا والواد انا حاضين الواليد. الله يا خي، اش حاضين الواليد؟ شحال من مره دخلت الحمام، ولا كيفاش دخلات وكيفاش خرجات؟ المهم ما علينا، انا العقل صغير وديك الساعه ما كنتش كنشوف كاع هاد التفاصيل. كان كيبان ليا غير الحب، كيبان ليا غير قلبي كيتكتك. انا حاسه بالبنات كاملين اللي اليوم كتقول لي احقا والواد انا كنبغيه. شوفي اختي، هذيك غير الزعطة، النهار اللي كتمشي كتشوفي واحد الحياة دنكا، عرفتي كتندمي على النهار اللي تزاديتي فيه. أنا غنعاود لكم هاد التجربة ديالي، حيت داكشي اللي دوز عليا هاد ولد الحرام ما نقدرش نوصفو لكم. يمكن أنا اللي بنت الحرام، حيت أنا اللي عطيتو فرصة وأنا اللي دويت معاه. كون كنت سديتها في كلام والديا وديتها في قرايتي من المدرسة للدار ومن الدار للمدرسة، كل يوم عايشة كيف القيدة، حتى شي حاجة ما ناقصاني. ما علينا، ايوا يا البنات الشيطان غرني وبغيتو، وبدات العلاقه بينو وبينو اليوم وغدا اليوم وغدا، ومشات ايام وجات ايام، وبديت انا كنكبر، والسيد شحال من مره كنحصل عليه الخيانه. هادشي حنا باقي غير مصاحبين. كتجي غير تبرقيقه، احقا فلان كيعرف هادي، احقا فلان وكنمشي. شحال من وحده تناسبت معاها غير في اللي ساعدنا. ايوا نتناسف وندار في دايره راجلي، وهو فاش كنجد معاه كيقول لي انت اللي كاينه. كنقول له فلانه، كيقول لي ما كنعرفهاش. والسيد كان حرفيا انا مميزه عنده، لان اختكم كانت بيقيصه، وحتى انا عائلتي ما ناقصهم حتى شي خير. المهم هي هاديك، بقينا جارين اليوم على خوه، اليوم على خو، علاقتي بيه غادي وكتطور، حتى كنشديت البكالوريا ديالي. وديك الساعه كنت دخلت لافاك، دخلت لافاك بقيت انا وياسيد. فاش دخلت انا لافاك ولا كيديرها سبا وكيجي عندي تما، وتخيلي كيجي عندي زعما باش يجلس معايا، وهو كيعطي النوامر لوحدينا تخرين. وعاوتاني حصلت عليه الخيانه، وشحال تخاصمنا، كنت خاصمو 4 شهور بخمس شهور، بعض المرات بست شهور، وكيجي بنص كلمه كيردني، كيقول لي احق انا ما عمرني نساك، احق انا كنبغيك، احق انت الحب والغرام. الحاجه الوحيده اللي صراحه ما كانتش هي ما عمرني مشيت معاه للدار، ما عمرني خليته يتجرأ عليا. وفاش كنا كنوقفوا يعني على الفراق، ديما كيقول لي احقا انا عندي احتياجات، نتيا مخليك الحلال، وهما زعما غير التفليه وهذه من هنا، وهادشي باش كيبردني. حيت كنقول له فحالي فحالهم، كيقول لي حاشا ولله، هما راه غير زعما فهمتي بنات الزنقه ولا الزنقه، وانت بغيتك نتزوج بيك. وما كناش ديك الساعه اصلا فاتحين الموضوع ديال الزواج، لان السيد كيف ما قلت لكم حاضر با العيالات اللي كيدخلوا الحمام واللي كيخرجوا، يعني السيد ما كان لا خدام لا ردام، جالس معول على با. المهم يا هاديك، بقينا هكاك حتى خديت انا الاجازه ديالي. البنات القديمه في الاجازه والقرايه، وانا في الحقيقه كلبه ما عنديش العقل. المهم خليو داك الجمر راقد، انا الوقت اللي خديت الاجازه توسط ليا واحد عمي في واحد الشركه، وكنت خدمت فيها من النهار الاول. اصلا هذيك الشركه هي اللي كنت دوزت فيها واحد ستاج ديال الاخر ديال العام. المهم من موراها مباشره كنت خدمت، وما غيدوش بزاف حتى غنتوظف وغنترسم فيها، يعني غنولي عندي الوريقات صافي. تما انا فاش خدمت وبداو الناس كيجيو يخطبوا فيا، يعني في هذيك الفتره انا اصلا حتى الوقت اللي كنت كنقرا كانوا كيجيو فيا الخطاب. حنا عائلتنا عائله محافظه،
خوتي تبارك الله كاملين قاريين كاملين خدامين، اللي في المغرب راه في المغرب واللي برا راه برا، يعني الحمد لله عائلتنا ما فيهم حتى شي واحد شمكار. ماشي غير خوتي كنقصد ليكم، ولاد عمامي ولاد خوالي، ماشي دوك العائلات اللي فيهم الشماكريه والقطاطيه والحبابسيه، لا على عائلتنا كاملين دراريين داخلين سوق راسهم كيقراو، كل واحد وشنو داير في حياته داخلين، مهم عائله اللي هكا محافظه ومسالمه لواحد الدرجه اللي ما كطيحش على البال. المهم داك كيجي فيا الخطاب كل مره كيجي واحد، في الوقت اللي كنت كنقرا كانوا كيقول لهم البنت مازال صغيره، وخاصه ان في هذيك الوقيته كانت واحد اختي كبر مني عندها شي 28 عام كانت مازال ما مسوجاش، ولكن الوقت اللي خدمت هذيك اختي كندبر ليها خويا في واحد الكونطرا وداها لبرا، وتما كانت من بعد زوجات بقيت غير انا في الواجهه، يعني اللي كيجي كيطلبني انايا. المهم انا ديك الساعه ما بقات عندي حتى شي زبه، اللي كيجي كيقول لي احقا بغيت نتزوج بيك، كيجي لدارنا وهذا، كنقول دارنا لا، في الاول ما كانوش كيدويو، ولكن من بعد بداو كيحكروا، وخاصه في الوقت اللي كانوا كيجيوني رجال اللي ما فيهم ما يتعب، وانا يا تابعه خانز العفطه مصنى البيطان. المهم اليوم وغدا حتى النهار اللي طلع لي الزعاف ومشيت عنده وقلت له ولد الناس واش غنبقى انا وياك ندورو في زناقي، واش مشي الله يجعل البركه خصك تجي لدارنا تخطبني من والديا. قال لي وانا كرهت، ولكن والديك الا سمعوني وقال الا سولوني وقالوا لي فاش خدام اشنو غنقول ليهم. قلت له انا ما سوقيش، بغيتيني جي تزوج بيا. قال لي ونكذب عليك، انا حاليا ما مساعدش. قلت لي صافي، كانت هذه هي التخاتيمه الالف، لاننا حنا كل شويه كنا كنتخاصمو، كنت خاصمت معاه وكنت حالفه بحلوفي حتى نتزوج في هذوك الايامات، وكنت كنقول الراجل اللي جا ما غنقولش ليه لا. وفعلا اول خطيب كان جا تقريبا من مورا شي 3 شهور. المهم كيف دوا فيا سولتني امي قلت لها اه موافقه، فديك الوقيته هو اصلا كان باغي يرجع ليا، انا كنت ساده عليه ندوه مع واحد البنت اللي كانت صاحبتي وكانت بنت دربنا، يعني الدار حدا الدار. كان قال ليها فلانه زعما هذه الطريقه، هو دائما فاش كيبغي يرجع ليا كيبقى يدور عند صحباتي وبدا يدخل عليا ويدخل عليا فيسبوك، هو دخل عليا في الواتساب. المهم دخل عليها وكيقول ليها شوفي انا فلانه، قالت لي فلانه تخطبات. ايوا السيد اش غنقول لكم، دار لي فيلم هندي، فيلم هندي جيني سكران ومصيفط لي البنت حتى للدار، وكيقول لي والله وما تفرتكي عليا الشقله حتى نشوهاك معمرين داركم ونحط لهم تصاورك وندير لهم. المهم السيد الولي يديا، وانا ديك الساعه عائلتي هازين بيا الفوق الفوق، وعند بالهم انني داخله سوق راسي وانني زعما بنضار، ما كندير لا هكا لا هكا. صافي كنت قلت لي شوف عافاك ما تشوهنيش، راه دارنا غيضربوني. قلت لي خلي غير الغدا ونتلاقى معاك. فعلا الغدا تلاقيت معاه، قلت له داك الشوه اللي درتي ليا ماشي حرام عليك؟ قال لي وانتي باغا تسطيني ماشي حرام عليك؟ واش انتي تسطيتي انتي ليا وانا باغيك، وانا ياك كنت ولد الحرام كون شحال دخلتي داكشي اللي بغيتو مشيت، وانا من هنا وانا من لهي، انا انتي ليا والله لك انتي لواحد اخر من غيري، شي نهار اللي تزوجي بشي واحد من غيري والله تنقتلك ونقتل راسي. المهم السيد بدا كيبكي عليا، مع انا حيوانه وحتى لهذيك الوقيته ما كانش عندي العقل، كنت قلت له دابا شنو المعمول؟ قال لي اللي بغيتي. قلت له خاصك تجي تزوج بيا. قال لي اها وشنو غنقولوا لداركم؟ قلت له قول لهم اللي بغيتي. صافي السيد قال لي شوفي انا نهضر مع با ونخدم معاه وصافي نوقف على رجليا ونتزوج بيه. قال لي شوفي عطيني غير واحد 6 شهور وانا معاك. قلت له سيدي مرحبا. مشيت لدارنا وهذاك السيد اللي كنت كنهضر اللي جا خطبني وقلت لي واخا، كنت كنهضر معاه قلبت له على السبه وفرتكس معاه الشقله وقلت له بسلامه بسلامه. فديك الوقيته كنت رجعت ليه 6 شهور، رجعت عام وعام، رجعت عامين من مورا الهضره اللي هضرنا. عاد السيد كندبر على راسو واحد شويه وكان جا باش يخطبني من مورا ما تخاصمت معاه 7000 مره، كل شويه كنقول له انت غير كتفلى، وكيقول لي انا والله تا باغيك. المهم جا لدارنا وخطبني من عندهم وهو كيكذب وانا كنطبل من موراه، فلوس ديال صداق انا اللي مديتهم. غادي تقولوا لي كلبه عارفه يا البنات، غادي تقول لي انت اللي كنتي تابعه كان كيبغيني وكنت كنبغي عند بالي، وكان هو كيقول لي ما تفرقني عليك غير الموت، وشحال مره كان باغي يشوهني. انا كنت حاولت انني نتفارق معاه، ولكن في كل مره كنت كنحاول نتفارق معاه السيد كيرجع ليا. ما غاديش نكذب ونبين لكم انني مالاك ونقول لكم اه انا كنت كنبغيه، يمكن كنت حماره يمكن كنت هبيله، داكشي علاش كنعاود لكم اليوم قصتي باش تعرفوا ان بعض المرات الحب ما كافيش، خاص الحب والانسان اللي خاصك تكملي معاه خاصو يكون معقول، خاصو يكون راجل بدراعو ماشي يكون واحد فحال هذا. ما علينا البنات، جا لدارنا فلوس الصداق انا اللي كنت دايره القرعه، وهذيك القرعه كنت خديتها ومديتها لي باش يعطيني الصداق، وحشاكم عطاني الصداق وقال لي سلفيني منه يعني فلوسي، ومازال غنسلفو منه، سلفتو منه داكشي باش جاب لي الدفوع. المهم جاب لي الدفوع العرس، مزال كان عائلتي هما اللي داروه ليا،
ومن بعد غيهزني وغيمشي معاه لدارهم. في الاول قال لي هما اصلا دارهم كبيره من الفوق حتى لتحت، قال لي احقا والواد عندك دارك بوحدك بكوزينتك بصالونك بكل شيء يعني تفصيل. الوقت اللي كنمشي كنلقى الدار اللي كيدوي عليها غير سادينها وهما كاملين جالسين في واحد البارطمان الفوقانيه. المهم اش غنقول لكم، لقيت راسي وصل عجوزه، وصل اللوسات، وصل اللوس، كانوا كاملين. حتى واحد فيهم مازال ما مزوج، هو الوحيد اللي كان تزوج ديك الساعه، وكانوا غير عائلته اللي زوجوه. صافي قلت ماشي مشكل، انا غنبقى خدامه وهما يدبروا راسهم. قلت غنجر راسي لاتساع. من النهار الاول بداو المشاكل والمشاحنات مع عائلته، انا كنت كنحاول برا كنبعد برا اليوم وغدا اليوم وغدا، ما غيدوش بزاف حتى غيحرشوا على الخدمه، لانني انا كنت كنجي حتى الليل وهما ما كيعجبهمش الحال. بداو كيحرشوا جا عندي وبدا كيقول لي شوفي انا ما بغيتكش تخدمي، انا كنبغيك وكنغير عليك وكندير لك وكنفعل لك. في الاول ما بغيتش، ولكن السيد بقى عليا بالسياسه وبقى كيقول لي شوفي جلسي في الدار وتعيشي كيف القايده وانا نتقاتل عليك وانا هكا ومن هنا ومن لهي. المهم عمر لي راسي مزيان وهزيت راسي ومشيت للشركه اللي كنت خدامه فيها وحتى الاستقاله. نهار اللي عائلتي ساقوا الخبار بغاو باخد الدم قالوا لي واش حماقيتي، واش داك الخدمه اللي دايره لك شويه القيمه حتى هي فرطتي فيها حيت امي ما عجبهاش الحال، وقالت لي كيفاش غادي تزوجي في الدار ديال الناس وانتيا كانوا كيجوك ناس اللي واقفين على رجليهم ما ناقصهم حتى شي حاجه. المهم حتى شي واحد ما كان عاجبو الحال، انا ما تسوقتش ليهم وكنت تابعه كلامه. المهم جلست في الدار، في الايامات الاولى كانت الامور غاديه مزيان من مورا ما جلستش، ولكن ما غيدوش بزاف حتى غنحصل السيد عليه الخيانه الزوجيه. كنت كنحسلو كيهضر مع الخانسات. فاش جيت دويت كان قبل فاش كندوي كانت خاصه من وياه كيجي يطلبني. هاد المره قال لي ما سوقكش واجداك تقلبي لي تليفوني. قلت له كيفاش؟ قال لي كيف ما سمعتي، جيت كنهضر معاه كيصرفقني، جيت باش نبدا نغوت ونعيط لعائلته شدني من شعري ودخلني البيت قدامهم. امو خرجت وشافتني هكاك جارني وسلخني حتى عيا، ومن بعد خرج وخلى الباب محلول. انا خرجت وبديت كنغوت. امو قالت لي واش ما كتحترمي حتى شي واحد؟ قلت لها ماشي ولدك شنو دار ليا، واش كيغدرني وخادك كدور مع البنات؟ قالت لي ولدي باقي صغير ومازال صغير على الزواج، انت اللي لاصقه فيه وعلاش دابا كنتيش عارفاه؟ انا تصدمت بهذيك رده الفعل ديالها، ما رضيتش، هزيت شطيطي بغيت نمشي لدارنا واخا ما كانش عندي الوجه نمشي عندهم. حتى كنلقى السيد واقف قدام الباب غادي يهز ليا هذاك الساك ديالي وغيطلعوا ليا وغايقول ليا فين غاتيا. بديت كنبكي كنقول له عطيني التقار بغيت نمشي فحالي. قال لي ما عندك فين تمشي؟ قال لي انا يا نقتلك يا نقتل راسي، لا فراق عليا. المهم هي هذيك، دوزنا داك النهار جا اعتذار، دوزنا يامات. عاوتاني كنت خاتمت انا وما انا وماما على ود الشقه، لان ماما كتبان ليها بنتها واقفه وكتجي عندها وحق الله البنات هادشي كانكم كتشوفوه بعينيكم. عاد كنكون واقفه انا ولوسي مثلا في الكوزينه، كتجي وكتقول ليها سهام اجي بنيتي جلسي ارتاحي، انت فيك فقر الدم وسخيفينه هكا يا البنات. بس زعما انا نبقى واقفه في الكوزينه بوحدي وهادشي كان كيضرني بصحتي. ايوا فاش درتها ليا المره الاولى والمره الثانيه كنبغيو نهزو شي حاجه كتقولي هزي انت تبارك الله صحيحه، حتى انا كنت واحد شويه غلاوده كتقولي لي انت تبارك الله صحيحه، هزي داك السداري ولا جري ديال الطبله وبنتها كتبغي تجر معايا كتقولي جلسي جلسي يا بنيتي تما عندك يا بنيتي صحه جلسي. عرفتي انا كنتفقس. واحد النهار جات دارت لي بحركه، قلت لها شوفي خالتي، قلت لها ماشي بناتك تهزي ليهم الهم ولا تكرفسي عليا، قلت لها ترى خصك تهزي لي الهم ياك ما كتحبني خدامه عندك. قلت لي هاي 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 شكون انت؟ قالت لي وعلاش اصلا جايه؟ قلت لي خصك تعرفي ان هذه داري وحنا اللي كنصرفوا عليكم وحنا اللي كنوكلوكم وحنا اللي كنشربوكم، واش شي باغا تبقاي جالسه وتاكلي وتشربي هكاك بطيله؟ نوضي يا بنتي خدمي على ماكلاتك. انا مرضيتش، قلت انا كنت خدامه. قالت لي خدامه ما خدامه ما سوقيش انايا. قالت لي ماشي انا اللي جلستك ومنك راجلك، وعرفتي ما ديري هزي راجلك وخرجي انت وياه. فجا الراجل جيت هضرت معاه بدا كيغوت. فاش خرج عند ماما عمراته ايوا جا وويت من الخنيصه وقال لي هذه باش تعلمي تردي عليها الهضره وباش تقولي ليها وباش تفعلي ليها، عاوتاني بغيت نهز راسي ونخرج في حالاتي من شعري. وبدا كيجرجرني في الدروج حتى وصلت للدرجه الاخرى، ومن بعد عاوتاني شدني من شعري وطلعني. وفي دوك اليامات خرج هضره وقال للناس انه فاش زوج بيا لقاني مرا ما لقانيش عزبه، والهضره وصلت لعائلتي. امي عيطات ليا كانت باغا تبخ الدم وكتقول لي واش تهضر بصح؟ كنقولها ويلي يا امي واش تطيتي هاد الهضره ما منها حتى شي حاجه. فمشيت عنده قلت له شكون اللي خرج هاد الهضره؟ قال لي ماشي انا، وضربها ليا بنكره وقال لي شوفي لمن كدوي ومع من كتعاودي. قلت له لمن غنعاود؟ انا اصلا كنت بنت، يعني كيفاش هاد الهضره ما يمكنش تخرج؟
قال لي ما نعرف ما نعرف، وانا كنت متاكده انه هو. انا ما عرفش علاش كان كيدير هذا الشيء، يمكن باش ما نبقاش نرجع لدارنا ولا ما نعرف. المهم من مورا هذا الشيء اللي دار ليا بدينا في المشاكل. المشاكل السيد بعض المرات يجي لي حدا رجليا ويبوسهم ليا، وبعض المرات ينوض ويسلخني ويتكرفص عليا من غير الخيانه اللي كانت واحد الحاجه اللي عاديه. كان كيقول لي ما تدخليش فيا، فاش كنجي كنهضر حتى واحد ما كان كيحس بيا. دوزوا عليا العذاب الاليم، لا في الشقه لا في قله الاحترام، كل شيء يا البنات. كانت الماكله هي الاخرى اللي حطت عليها يديا تحيد عليا العجوزه من يديا وتقول لي هذه ديال بنتي، هذه ديال راجلي، احق الفخذ كياكلوا ولدي، احق الرجيله ما نعرفش كي شكون كياكلها. المهم كلشي 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 هو العصا 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 العصا. دوز عليا العذاب الاليم، العذاب الاليم. دوزت معاه تقريبا 6 شهور حتى النهار اللي ما بقيتش قادره نصبر. هزيت راسي ومشيت لدارنا. تخيلوا البنات الشهر اللي دار ليا، كان كيجي سكران حدا دارنا وكيبقى يغوت، وخوتي مرضاوش وبا ما عجبوش الحال. با كنزل ليه واحد النهار وكان قال لك باغي يصفيها ليه. نزلوا خوتي وفرقوهم غير بزاز، وضرب مع واحد خويا ونط الروينه وهزوهم صطافات وداوهم الكوميساريه، وحنا هادشي كامل ما مولفينوش. المهم داس مداس بدا كيدخل، عائلته جاو بداو كيطلبوا، عائلتي قالوا لي اشنو. انا ما كنتش راضيه، ما كنتش عارفه بالضبط اشنو غادي ندير. شفت حتى عييت ورجعت ليه، وكانت هذه هي الرجعه الاولى والاخرى. رجعت ليها البنات غادي ندوز معاه 9 شهور، حيت فاش رجعت تقريبا بواحد شهرين لقيت راسي حامله. ايوا فاش لقيت راسي حامله ما عجبنيش الحال، واخا انا ما كنتش دايره الاحتياطات. كان كيسلخني في الصباح وفي العشيه، واحد الدق اللي ما نقدرش نوصفه لكم. كان كي جميع انواع الاهانات كان كيديرهم ليا. تخيلوا البنات ان البنات اللي كان صاحب معاهم كيدوزهم من قدام الدار، وانا كنشوف بعينيا. ما كانش عندي الحق لا نهضر لا نتكلم من غير المعاناه. كيسلخني كيتعامل معايا خايب بزاف. المهم غنبقاو هكاك حتى النهار، النهار اللي غينوض بينو وبينو صداع. وانا راه من النهار اللي حملت وانا كناكل العصا، ماشي زعما حملت مابقاش كيقرب ليا، كناكل العصا قدامه قدام امو قدام باه قدامهم قدامهم كاملين. المهم نهار اللي حملت البنات غادي يشدني السيد وغادي يتكرفس عليا بالمزيان. عرفتي واحد العصا، ماشي نهار اللي حملت، نهار اللي بسببه صافي غنتفارقوا. المهم غيسلخني واحد الصلخ اللي ما نقدرش نوصفه لكم، حتى وليت كل اللي دايزه بالدمايات. تخيلوا انا كنموت وكنقول لهم ديوني عافاكم غير للسبيطار. امو كتقول لي الا ديتيها غادي يجدوك البوليس. خلاوني في الدار البنات حتى طيحت داكشي اللي في كرشي، وحتى ما بقاوش علامات ديال الضرب. والعجوزه كتقول لي لا انا قلبتها. عاد كنت خرجت من تما، الوقت اللي خرجت مشيت لدارنا وكنت حلفت حلفه قطعيه عمرني نكون ليه مرا، لانه جميع انواع العذاب دوزوا عليا. ما غندخلش معكم حتى في العلاقه ديالي معاه، لان داكشي اللي كان كيدوز عليا راه بزاف. الحرام كان كيبزو عليا، فاش كنت كنقول له لا كيقول لي انت مرتي وندير فيك اللي بغيت. وانا ما كانش عندي الجهد وما كانش عندي حتى لما نعاود واش نمشي عند امي ونقول لها هضره بحال هادي راه ما يمكنش ليا. مهم داك السيد تكرفس عليا واحد التكرفيصه اللي ما نقدرش نوصفها لكم. كان دائما كيعايرني، دائما كيقول لي انت ما عندك كرامه. مهم جميع انواع الدل والاداب والقهره، هادشي اللي عاودت لكم راه شويه من بزاف من بزاف من بزاف البنات. مهم مشيت لدارنا، وهاد المره كنت كنقول لهم باغا نطلق، ما بقيتش قاده. وريت لماما حيت الوقت اللي كنضربني، وريت لماما التصاور ديالي. فاش عرفت انني طيحت وتكرفيت اللي تكرفسوا عليا، وكتقول لي انا قلبي ما مهنينيش. وماما كانت كتجي عندنا حتى للدار، والعجوزه كتوقف في الباب لتحت وكتقول لها احقا والواد راه فلانه مسافره هي وفلان. كتقول لها ما يمكنش بنتي ما علمتنيش وما ما حتى شي حاجه. قالت لها لا راه كاع مشاو يفوجوا مشاو يدوروا. قالت لي ماما كنت كنحس بقلبي مقبوط، وعاوتاني كنقول بلا ما نجبد لك الصداع. المهم هي هذيك موقفه معايا خوتي. صافي السيد جا بغى كيحيي علينا، دوزنا العذاب الاليم. عرفتي دوز علي دوز عليا واحد العذاب ما نقدرش نوصفه لكم. ما كنتش راضي قدام خوتي. دوزنا مده حتى النهار اللي طلقت. طلقت السيد مازال كيجي وكيطلب ويزواق، وبعد المرات يجي سكران ويبدا يبكي تما قدام الباب ويقول لهم انا باغي مرتي، انا باغي حبي، وداك الهضره ديال والو. المهم كيحاول المستحيل باش اني نرجع معاه. تليفونات ما خلى ما دار. هنايا واحد خويا كان على برا دار المستحيل باش يجيبني عنده باش نتهناو من هذا الصداع كامل. ناض البنات دوا مع واحد خويا، وكان قال ليه قدوا ليها فونت كوميرس على المحل اللي كان عندنا. قال لي قدوا ليها الفونت كوميرس وانا غنقاد ليها الوريقات ونجيبها لعندي، وزعما نطلعوا لها الوريقات وتجي هنايا. فعلا داكشي اللي كانت قاتلو خوتي معايا، قدوا ليا الفونت كوميرس، قدوا ليا الامور كامله، دفعت الوريقات ديالي ما داش بزاف حتى خرجت ليا فيزا توريس. المهم هزيت راسي البنات مشيت للبلاد اللي فيها خويا، وكنت انا عارفه انني غنحرق الفيزا.
وصلت لتما البنات لقيت خويا موجد ليا كلشي تهلا فيا وقف معايا دبر ليا في خدمه. المهم الامور كانت غاديه مزيان ومعوله انني نستقر تما. خانز العفطة ساق ليا الخبر انني مشيت لبرا. ايوا بغى يبو خدم حتى النهار اللي مشيت ما قلتها لحتى شي واحد. مهم السيد كان باغي يتجلط باغي يتسطى كثير المحاولات باش يتواصل معايا وفعلا بقى هكاك حتى النهار اللي دويت معاه. بدا كيقول لي شوفي انا ندمان. قلت له علاش تكرفسي عليا؟ قال لي شوفي انا كنبغيك وكنتسطى عليك. انا ديك اللي كنت كندير ما عرفتش علاش انا هذيك اللي انت كنتي كتغدرني فاش كنت كندوي كنتي كتضربني. قال لي شوفي انا يا كنت حمار وانا فلتك من بين يديا وتبعتي عاد عرف بقيمتك انا سمحي لي انا ما نقدرش نعيش بلا بيك انا هادي. المهم السيد بدا كيطلب يزاوك فيا. كنت خانسمت معاه وداس مده ومن موراها عاوتاني كان السيد بدا كيدور بيا وبدا كيطلب يزاوك فيا. انا هنايا بديت خدامه الامور الحمد لله كانت غاديه مزيان. خويا كانت قاتل على ودي كنقاد ليا الامور كامله من النهار اللي حطيت رجليا في هذيك البلاد. مهم انا لا قلت شي تفاصيل غتعرفوني بالضبط ان دوله كاينه. المهم الدوله الحمد لله كانت عندها واحد اللعيبه خصك ديريها ومن مورا واحد المده صافي كيخرجوا لك الوراق يعني ماشي وراقها صعاب. مهم تقاتل معايا خويا كيف ما قلت لكم قاد ليا الامور كامله الحمد لله دوزنا ديك الفتره حتى طلعوا ليا الوريقات. الوقت اللي طلعوا ليا الوريقات وليت كنمشي للمغرب وكنشي صافي هاديك. في هذه الفتره انا هو كنت سادة عليه وهو كان كيمشي عند الدراري وكيعاود ليهم عليا وكيقول لهم انا ما لقيتهاش بنت وانا سرتها وانا هادي ما خلى ما قال لي. والهضره كانت كتوصل لعائلتي والوالديه والوالديه مرضى وشحال من مره ضربوا مع خوتي وانا هادشي ما عجبنيش. حتى النهار البنات اللي غيخرج لي فيديو ديالي وغادي يوريه لشي دراري فيديو ما كانش فيه الصوره ديالي ولكن اللي كيعرفني عارفني انايا يعني من الجنب واحد شويه كنت باينه. هو ما كانش نهائيا باين في بيت نعاس ديالي وكان هو مصوره وكان حط انا فاش شفت الفيديو عرفت فين كان حط بالضبط التليفون اللي كان كيصور. سيد كان كيصور فيا اثناء علاقه انا وياه علاقه اللي كانت بزز مني واللي كان هو يعني هذيك العلاقه حرام من الاساس. خرج الفيديو وكيقول لهم احقا ان العلوي داكشي طلقتها راه حصلتها كتغدرني وداكشي علاش ضربتها وداكشي اللي في كرشه ما عرفتو ماشي ولدي داكشي علاش فسلا على رجليها. واش لا هضره وكلام. الهضره وصلت لخويا وفيديو وصلو. خويا كيف شافو كان غيتجلط هز الفيديو داه لماما وقالها شوفي بنتك شنو دارت ماما كيف شافتو؟ قالت لي ولدي هذا راه بيت نعاس ديالها. قال لها كيفاش؟ قالت ليها هذه دارهم وهذا بيت نعاس اللي عندهم. قال لها انا حيت خويا ما عمرو ما جا عندي للدار. مهم ناض الصداع ماما عيطات عليا كتبو خدام. قالت لي واش بنت الحرام شوهتينا؟ قالت لها كيفاش شوهتك؟ قالت لي راجلك ما راجلك خرج فيديو ما خرج فيديو انت مصوره معاه ما مصوره معاه. قلت لها ويلي ماما الهضره ما كايناش. قالت لي انت كنتي كديري معاه الحرام انت واحد بنت الحرام ما خلاتش ليا. كنقول لها ماما غير فهميني وهي تصيفط لي الفيديو. صيفطت لي الفيديو وليت كل اللي كنت رحت ما رضيتش البنات وما عجبنيش الحال واخا كنت عارفه ان زعما خوتي وداكشي قالوا لهم هاد الهضره ما كايناش وضربوها بنكره. ماما كانت كتقول لهم زعما قولوا لي هذاك راجلها. كيقولوا لي كيفاش راجلها؟ اش غنقولوا لهم؟ نقول لهم راجلها وكانت كدير معاه الحرام يعني كيف ما داروا ليها وحله واحد الشوهه واحد الفضيحه واحد الفضيحه اللي ما نقدرش نوصفها لكم كيفاش دايره. المهم خوتي بداو غير كيكذبوا الموضوع حتى من البوليس ما مشاوش عندهم. صافي بداو كيحاولوا انهم يكذبوا الموضوع مشاو هزوا راسهم مشاو عند با ومو. باه بدا كيقول لهم لا حقه والله تنربي ما نربي. هو قال لهم احقر التليفون ديالي تشفر وراه انا راه كنصورها وهي كان عاجبها الحال وكانت هي اللي حتى هي باغا تصور يعني فحال صورنا داك الفيديو التليفون ديالي تشفر والفيديو مشى. ما علينا البنات انا يا مرضيت وما عجبنيش الحال وهنايا كرهتو واحد الكرهه اللي ما نقدرش نوصفها لكم كيفاش دايره. كرهتو من اعماق 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 قلبي. صافي عرفتي كرهتو ديال بصح. عائلتي مساكن خواو هذيك المدينه اللي حنا كنا فيها ومشاو لمدينه واحده اخرى وانا تما كنت قررت ننتقم. دوز واحد المده ومن بعد كنت دخلت الفيسبوك اللي كان عنده لقيتو مصيفط لي عرام ديال الميساجات. كنت هضرت معاه وقلت له حرام عليك علاش درتي فيا بحال هكا. بدا كيقول لي لا والله حتى التليفون ديالي تشفار والله حتى هذيك. قلت له علاش صورتيني؟ قلت له تراه تكذب عليا وتقول لي انا كان في خباري. قال لي انا صورت وصافي. قال لي انا كان كيعجبني الصور وهذا ما هذا
مهم السيد بدا كيدير لي الاعذار، انا كنت زاب اهله بالو. مهم قلت له حرام عليك واش درتي لي هكا، ودابا الفيديو ديالي غيبقى، واش انت ما كتغيرش، واش شمرتك بغيتي يبقاو يشوفوها الناس؟ قال لي شوفي، قال لي انا ما حملتش راسي وداكشي انا ما عجبنيش، وانا راه حاول داكشي تمسح. قلت له واش كتظن فيديو غيتمسح؟ فيديو غيبقى يتصيفط من واحد لواحد. قال لي لا، وانت خصك تفهميني، وانا كنت خايفه تزوج، انا بغيت نشوي لك السمعه باش واحد ما يجي يتزوج بيك، انا انت ديالي، انا كنبغيك. المهم بقيت كنجرجر فيه كنجرجر فيه حتى رجعت علاقتي معاه، رجعت انا وياه، الحب والغرام والعشق والهيام، ولكن انا من الداخل ديالي كنت كارهاه، ما عرفتش البنات. ولكن في ديك الوقيته كنت بغيت ننتقم منه، كنت رجلي صاع صاعين صافي. هذيك بقيت انا وياه اليوم وغدا، اليوم وغدا حتى النهار اللي رجعت العلاقه ديال بصح، وسيد ولا كيموت على التراب ديال رجليا. قال لي دخلي للمغرب نتزوجو. قلت له لا، انا الا تزوجت بك ما نبقاش عايشه في المغرب، غنبقى عايشه في هاد البلاد. قال لي انا ما عنديش المشكل نعيش معك حتى في جهنم، لانه هو زعما الصراحه ما كانش من هذاك النوع اللي غادي نقول لكم كيبغي يعيش برا ولا باغي نهائيا، يعني هو ما كانش كيفكر نهائيا في برا. صافي هادي قال لي انا ما عنديش المشكل، هو انا نرجع معاك، انا كنبغيك، انا واخا حمار واخا زعما درت جميع دوك الفالطات، ولكن انتي المكانه ديالك عندي خاصه، انا انتي هي الحب وانتي هي الغرام وانتي ما نعرف. وديك الكلام مهم السيد ما خلى ما قال لي. ما علينا البنات، انا بقيت كنجرجر 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 حتى النهار اللي صافي قررت باش نرجع نتزوج بيه. خوتي كانوا غيتسطاو، امي قالت لي انا سخط عليك بنيتي دنيا واخره، ابا ما بقاش باغي يهضر معايا، ما تسوقت لحتى شي واحد. كنت نزلت وتكاتبت انا وياه وطلعت وبديت كنتقاتل حتى طلعت لي الوراق، طلعت للسيد الوراق وجا عندي. وهادشي طبعا خدمني وقت كبير، انا في هاد الوقت في هاد البلاد كنت الحمد لله واقفه على رجليا، خدامه، الامور كامله كانت مزيانه، قريت زعما بزاف ديال الحوايج درتهم في هذيك المده. المهم جا السيد، السيد كان فرحان، قال لي الكلمه القليل من النهار اللي بغات تمشي تكاتب، عرفت شتي راه فرحانه فرحانه فرحانه، حيت ولدها راه كان لا خدمه لا رتمه، راه غير بالي كان كيصرف عليه، ودايرين نسبه احقر مقابل لبا. واش مقابل ليه؟ ما عنده ما يقابل ليه اصلا. امو كانت طايره بالفرحه وبدات كتقول لي مرحبا بك بنتي، واحد التعامل خاص كنقولها يا بلاتي. المهم هزيت السيد وديته لهذيك البلاد، دوزنا دوك اليامات ديال المشماش بخير وعلى خير. من بعد بديت كنستفزو، وليت البنات كنلبس شي لبس ما هواش، كيقول لي احقا كنكون خارجه من الخدمه مثلا مع 6 ما كنجي للدار حتى ل8، ولا بعض المرات كنلبس كنقول انا خارجه مع صحباتي كيقول لي لا، وهو كان مغيار وكان من ديك النوع اللي كيبغي يتحكم فيك. اليوم وغدا، اليوم وغدا حتى بداو بيناتنا صداعات، وليت انا فيما كنوض مع صداع كنبدا نغوت، يعني دائما كندوي بالغوات وهو مسيطر على راسه. اليوم وغدا، اليوم وغدا، اليوم وغدا حتى النهار اللي استفزيته ديال بصح، وغادي نوض وغادي تكرفس عليا تكرفيسه ديال الكلاب، دوك التكرفيسات ديال المغرب ديال الدق والعصا، وخلاني كل دمايات. انا فاش داك يضرب فيا كنغوت بحر جهدي، كنغوت البنات كنغوت كنغوت. الجيران فاش سمعوا داك الغوات اللي ما كانش كيف اليامات الاولى، وكل مره فاش كيبغي يضربني كنبدا نهرس حدايا، كانوا ديك الساعه يطلبوا البوليس، البوليس جاو لقاوني انا مازال مليوحه، ولقاو هو مازال في الدار والدار مشقلبه. ايوا كيف حل ليهم الباب دخلوا، كانوا ديك الساعه ما ينطوه داو معاهم، وانا كانوا هزوني وداوني للسبيطار. مشيت للسبيطار داروا لي شهاده طبيه مقدره، هما هنا ما تحتاجيش نهائيا شهاده طبيه تكون واعره، يكفي انه يضربك فقط غادي يخليو عشو ديال بصح. المهم مشى، انا كنت من بعد عيطت لخويا وقلت له نتلاقاو في الكوميساريه. خويا في الاول ما بغاش، ولكن فاش وريتو التصويره جا كيجري مسكين. المهم مشينا للكوميساريه وبديت كنبكي عليهم تما، قلت لهم انا هذا راه كان راجلي في المغرب وانا جبتو هنايا، وفاش جبتو بدا كيتعدى عليا، وهادي وهادي، وهو بغاني غير على الوراق وزعما غير درت لي الوراق هو بدا كيتكرفص عليا. المهم السيد غرقت لي ديال بصح، وقلت لهم سولوا الجيران، دائما كيضربني ودائما كيغوت عليا ودائما كيتكرفص عليا. فعلا مشاو سولوا الجيران، قالوا لي السيد ديما كان كيغوت وديما كنسمعو عندهم صداع في الدار، وهاديك الانسانة درويشة شحال وهي عايشة معانا، ما عمرنا ما شفنا فيها شي حاجة ديال العيب. لقاوني انا خدامة، الامور ديالي مقادة بالوريقات ديالي بكلشي، والسيد مازال ما دار حتى شي زفتة في حياته. ديك الساعة كندوز الحبس، ومن بعد كانوا صيفطوه نيشان لبلادو. المهم غرقت له الشوارج ديال بصح. اليوم كنحس براسي انني انتقمت، واخا هكاك البنات، حيت داك السيد الحبس اللي ما دخلتوش ليه المغرب، وكنت عارفه انني صعيب باش ندخلو الحبس تما، دخلته هنا
ودرت داكشي كامل على ود ديك اللحظه. في الوقيته اللي هو دخل كنت عاودت لخويا كلشي وقلت له شوف اخويا، انا جبتو لهاد البلاد غير باش ننتقم منه، انا كنعرفو ضلها عوجه وكنعرفو ما عمرو ما غادي يتقعد، داكشي علاش تغليته وجبته ودرت هادشي كامل غير باش ننتقم منه. داكشي اللي دوز عليا في المغرب بغيت ندوزو عليه هنا. خويا كنتواصل مع عائلتي وعائلتي كانوا تفهموني واحد شويه، واخا امي بقات غضبانه عليا قالت لي لا بنيتي وجوهتينا وهو دارينا داك الشوهه كامله مع العائله وانت رجعتي معاه. قلت لها امي شكون اللي حتى نرجع معاه وبنادم بعد على الاقل يسد فمه، لان بنادم شنو كان كيقول؟ كيقول انه غدرني، يعني كيقول انني انا انني غدرته، لان هادشي اللي كان كيقول هو للناس، كيقول انا غدرته وداك الكرش ماشي منه وداكشي علاش طيح عليا، وكان كيقول لهم كيقول لهم واش لا هضره وكلام قال فيا من غير الناس اللي كانوا شايفين بيت نعاس. وجاب الله ماشي بزاف، يعني قلال الناس اللي كانوا جاو عندي، جاو عند عقوسي قلال، وهما اللي كانوا عارفيني انني انا، وهذوك خدير عليا واحد النظره اللي خايبه لحد الساعه. المهم على الاقل برعت راسي واحد شويه، انا عارفه راسي انني انسانه غلطت بزاف ديال الغلطات وندمت. اليوم باقي ما دايره شي حاجه زعما من غير الخدمه، الحمد لله هي اللي كاينه خدامه واقفه على رجليا، ما ناقصني حتى شي حاجه، ولكن حياتي الشخصيه مازال ما درت فيها والو، ما قدرش نتزوج، ما قدرت نتق حتى شي واحد، مازال ما عنديش وليدات، ما عندي حتى شي حاجه. فريحه الزواج وليت كنكرهها، كرهته وكرهت اللي يجي منه، كرهني في الحب، كرهني في العلاقات. اليوم جيت نعاود لكم قصي باش نقول لكم ان بعض المرات الاغلاط اللي كديري وانت باقا صغيره كيبقاو تابعينك حتى النهار اللي كتشرفي، ما عمر داك الشيء ما كي ما كي ما كيوقف. انا اليوم عارفه انا بزاف منكم غيلوموني على بزاف الحاجات، عارفه راسي انني كنت كلبه في بزاف ديال الامور. انا بغيت غير نقول لكم انكم ما ديروش الاغلاط اللي درت، وبغيتكم تسمعوا قصي وبغيت لما نخوي قلبي. الغزاله ديالي هنا سالت القصه ديالنا، ما تنساوش طبعا تخليوا الاراء والتعليق ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساونيش من التعليق الزوينه ديالكم. هنا ما بقى لي الا نقول لكم حبيباتي ما تخيتش بكم، كنسمعكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.